السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هتعرف معايا فيه طريقة وكيفية نشر فيديو على اليوتيوب من الهاتف باستخدام الذكاء الاصطناعي. هسيب لكم رابط فيديو في أول تعليق مثبت ازاي تقدر تسجل الدخول في هذا البوت من جوجل بارد. أول حاجة هتعملها هنيجي هنا وأكتب للبوت أريد عنوان فيديو عن، انا هكتب عن نفس الموضوع ده، نشر فيديو على اليوتيوب من الهاتف، وهضغط على سيرش. هنا هيبدأ هنا يكتب لك مجموعة عناوين، حوالي 5 عناوين هنا عن كيفية نشر فيديو من الهاتف ونشر فيديوهات من الهاتف، يعني ادالك مجموعة مقترحات للفيديو عن نشر فيديو على اليوتيوب من الهاتف. بعد كده هاجي اقول له هنا اريد وصف لفيديو يوتيوب عن نشر فيديو على اليوتيوب من الهاتف، واضغط على سيرش. هو هنا على طول عمل لي وصف للفيديو عن كيفية او كيف نشر فيديو على اليوتيوب من الهاتف. نشر فيديوهات على اليوتيوب من الهاتف امر سهل للغاية، يمكنك القيام بذلك من خلال تطبيق اليوتيوب على هاتفك الذكي فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها، وعمل لك وصف احترافي لفيديو عن كيفية نشر فيديو على اليوتيوب من الهاتف. فاضل عندي هنا الكلمات المفتاحية، هاجي هنا واقول له أريد كلمات مفتاحية عن نشر فيديو على اليوتيوب من الهاتف، واضغط سيرش. هيدي لك هنا مجموعة كلمات مفتاحية متعلقة بالموضوع او موضوع الفيديو اللي هو نشر فيديو على اليوتيوب من الهاتف. كل ما عليك ان انت هتعمله سواء كان بعنوان الفيديو او وصف الفيديو او الكلمات المفتاحية لذات الفيديو اللي هو موضوع الفيديو نشر فيديو على اليوتيوب من الهاتف، ان انت هتعمل هنا نسخ وتعمل لزق في العنوان مكان العنوان والوصف مكان الوصف والعلامات الدلالية اللي هي الكلمات المفتاحية في مكانها في صندوق العلامات. ده الموقع ده بيغنيك عن اي اداة، ان هو بيولد لك العنوان وبيولد لك الوصف وبيولد لك كمان الكلمات المفتاحية المرتبطة بذات موضوع الفيديو. طبعا انت ممكن تستخدم الموقع ده او بوت الذكاء الاصطناعي من جوجل بارد في اي محتوى، سواء كنت انت محتواك محتوى طبخ او محتوى العاب او محتوى ترفيهي، اي محتوى على اليوتيوب. انتظروا الفيديوهات القادمة باذن الله، انا بقدم لكم مجموعة مواقع بالذكاء الاصطناعي سهلة جدا هتقدر من خلالها تستخدمها في نشر فيديو على اليوتيوب من الهاتف. تحياتي ليكم جميعا، ما تنسوناش بلايك وشير وتعليق دعم لنا واشتراك بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.